شرفنا بلقاء سيد رئيس الجمهورية، قدم ليلو في البداية تهانينا، إن شاء الله تمنينا له التوفيق في مهامه. حكينا على الوضع العام في البلاد، حكينا على انتظارات الشعب التونسي من المرحلة الانتخابية هذه. مشكور هو في إطار يعني زيارات لكل الأحزاب ليه، يديه محلولة لأن إيجاد حلول. احنا كحزب كذلك قلنا له اللي ما ندخلوش على يعني تقديم برامج، تقديم رؤيتنا لإيجاد الحلول للبلاد. ان شاء الله نمر من هال يعني الوقت نتاع تكوين هالحكومه اللي ان شاء الله ما يطولش. هذا هو اللي عبرنا عليه سيد رئيس الجمهوريه، وان شاء الله بالتوفيق في مهامه.